للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من القاهرة مراسلنا أحمد مصطفى. أحمد، مزيد من الأصداء لهذه التصريحات التي جاءت على لسان وزير الخارجية شكري هذا اليوم؟ نعم، وزير الخارجية المصري سامح شكري كانت له تصريحات بخصوص الملف الليبي وأيضا ملف سد النهضة. يعني التصريحات التي جاءت على لسان وزير الخارجية فيما يتعلق بالملف الليبي جاءت للتأكيد على أن مصر ليست أبدا دولة معتدية، وأنها قد تتدخل فقط في حالة تجاوزت الميليشيات والعناصر الإرهابية المتواجدة في أرض ليبيا الخط الأحمر الذي حدده الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس في خطابه على هامش تفقد العناصر التأمين في المنطقة الغربية الفاصلة بين مصر وليبيا والتي حددها بالجفرة وسرت. ووزير الخارجية المصري سامح شكري شدد على أن مصر أبدا لا تبدأ بالاعتداء ولا تتدخل ولا تنوي التدخل في أي دولة عربية أو في شؤون الدول الخارجية، وإنما هي تترك الأمر فقط للليبيين، وأن أي تدخل لن يكون إلا بناء على طلب من الجانب الليبي ومن الشعب الليبي ومن البرلمان المنتخب المتمثل في المجلس النواب الليبي. في أيضا هناك فيما يتعلق بتصريحات وزير الخارجية سامح شكري المتمثلة في ملف سد النهضة، فيها جاءت ردا على تصريحات نسبت لوزير الخارجية الأثيوبي والتي قال فيها إن مصر بسعيها إلى اللجوء إلى مجلس الأمن تسعى إلى وجود حرب في المنطقة وفي القارة الإفريقية. وبالتالي كان رد وزير الخارجية المصري سامح شكري بأن مصر أبدا لا تسعى إلى الاعتداء على الأشقاء أو لا تسعى إلى الدخول في حرب في هذا التوقيت، ولذا لجأت إلى أن تسلك الخيار الدبلوماسي حتى آخر الطريق، وأن أي خيارات أخرى هي مؤجلة حتى يتم اللجوء إلى مجلس الأمن، والذي يجب عليه في المرحلة المقبلة أن يطلع بدوره من أجل حماية السلم والأمن في القارة الإفريقية. نعم، شكرا على كل هذه المعطيات من القاهرة مراسلنا أحمد مصطفى.